غارة جوية جديدة هزت نهار العاصمة صنعاء بعد أن استهدف الطيران التحالف عدة مواقع تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع. غارة تزامنت مع احتشاد أنصار المخلوع وميليشيا الحوثي في قلب العاصمة تأييدا لإجراءاتهم الانقلابية الأخيرة. شملت الغارات عدة معسكرات بينها معسكر النهدين المطل على دار الرئاسة ومعسكر ضبوة جنوب العاصمة بنحو 20 غارة جوية، بالإضافة إلى معسكر 62 حرس جمهوري سابقا في مديرية أرحب شمال صنعاء. يختلف الوضع في صنعاء عنه في المحافظات التي تشهد معارك برية، فالعملية العسكرية الجوية تخوض معركة إسناد لقوات الشرعية على الأرض وتركز بشكل كبير على قطع خطوط إمداد الميليشيا. في محافظة صعدة حيث معقل ميليشيا الحوثي شن التحالف سلسلة غارات استهدفت مواقع وآليات عسكرية ومخازن وقود للميليشيا في المدينة ومديريات أخرى. كما طال القصف الجوي خلال الساعات الماضية عشرات الأهداف العسكرية للميليشيا، منها تجمعات وآليات عسكرية وتعزيزات في كل من تعز والحديدة وحجة والجوف. وفي حين يكثف التحالف من ضرباته الجوية تتكرر الأخطاء بين حين وآخر وتحصد ضحايا من المدنيين وتلحق أضرارا بالغة بمساكنهم، غير أن ثبوت جناية ميليشيا الحوثي بالتمركز داخل المنشآت المدنية ونشر أهدافها المحتمل تعرضها للغارات داخل الأحياء السكنية لا يمكن التعامي عنه، وهو ما يبدو جليا عند توظيف الميليشيا جهازها الدعائي لهذه الوقائع واستثمارها.